فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: الله سبحانه وتعالى قد أمر بصلة الأرحام، يقول: هناك أعمام لي وأخوال لم يعطوا أمي ميراثها، فهل أصلهم؟ نعم، صلهم وإن أساءوا إليك، صلهم وإن أساءوا، أحسن إليهم ولو أساءوا إليك. نعم، أدي ما عليك وهم عليهم ما عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.